وينضم إلينا من مقر الحكومة البريطانية بلندن عمر شاكر. إذا عمر، عاد جونسون من جديد ليؤكد على الضغط على تريزا ماي فيما يخص هذا الاتفاقات التجارية. دعنا في التفاصيل، وما هي الدول الجديدة التي قصدها جونسون من هذا الخبر؟ وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يخبر رئيسة الوزراء تريزا ماي بأن المملكة المتحدة يجب أن تخرج بشكل كامل من الاتحاد الجمركي حال الخروج من الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا التحذير أو القول وسط مخاوف من قبل مجموعة من المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي بشدة، وبينهم وزير الخارجية بوريس جونسون، لأن هذه مخاوف حول العلاقة المستقبلية التجارية مع الاتحاد الأوروبي. نحن نعلم أن في حال بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي سوف يمنعها ذلك من أن تقيم أي علاقات تجارية جديدة مع أي دولة حول العالم، حيث لا يمكن لبريطانيا إجراء أي تفاوض ما لم يتم التفاوض من قبل الاتحاد الأوروبي نيابة عن بريطانيا. وهنا يأتي أهمية هذا التحذير، حيث أن تريزا ماي ما زالت كما يرى البعض تحاول التخفيف من موقف الحكومة بشأن الاتحاد الجمركي، ولديها خيارات. البعض هنا يتحدث عن خيارين ربما تمتلكها تريزا ماي، وهي تفضل واحدة من هذه الخيارات، وهو بأن تجمع بريطانيا الرسوم الجمركية نيابة عن الاتحاد الجمركي. وكل هذه الخيارات هي لمنع حدوث حدود صعبة بين إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن هل من أصداء للمعارضة البريطانية حول ما حذر منه جونسون؟ كما ذكرت، هناك يعني معسكران، المعسكر المؤيد بشدة للخروج من الاتحاد الأوروبي لا يريد أي بقاء في الاتحاد الجمركي، ولا حتى شكل جديد للاتحاد الجمركي يمنع بريطانيا من إقامة علاقات تجارية مع بلدان أخرى. فيما المعسكر الآخر يخشى من أن عدم الاتفاق على اتحاد جمركي سيعني هذا وجود حدود صعبة بين إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية والبلدان التي ذكرها بوريس جونسون حول العلاقات التجارية المحتملة والعوالم من الذهب. هي أمريكا الجنوبية الذي كان فيها في الأيام القليلة الماضية، بينها الأرجنتين. نعم، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات، مراسلنا من لندن عمر شاكر.